سيمونير شبيل مدرب فريق حسنية تقادير. نتكلموا شي شويه سيمونير على التعاقد ديالكم مع فريق حسنية تقادير، علاش يعني شنو اللي خلاكم انكم تلتحقوا بفريق حسنية تقادير؟ باهي بل كل شيء سمعت التكنيسيان تاعتك ما تتكلموا ما شاء الله عليهم على كل كبيره وصغيره، وانا نحب نجاوبهم بكل صراحه وانا بطبيعتي صريح. نعم. اولا علاقتي مع فريق واتزام علاقه ممتازه جدا للغايه حتى اليوم هذا، ما عنديش حتى مشاكل معهم، بالعكس متواصل معهم، متواصل مع البريزيدون، متواصل مع رئيس البريزيدون، متواصل مع التريزوري، متواصل مع مدير الكره، لحد اليوم احنا متواصل مع بعضنا ونتكلموا مع بعضنا في كل كبيره وصغيره. لكن جات الظروف معناتها باش كملت روحت للسويد، يعني حبيت ارتاح شويه بعد العائله ارتحت كثير. فجاه معناتها عندي وكيل اعمال هنا موجود هنا في المغرب اتصل بي قال لي الفريق كذا 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 كذا، قلت له حب نرتاح شويه وبعدين هو اللي يتكلم معايا، قلت له خلاص نرجع للمغرب. وهذا كيفاش كانت الامور، لكن علاقتي طيبه طيبه للغايه مع فريق ركوز ومع كل فريق موجود في المغرب، علاقتي طيبه للغايه. هذه حاجه ونخرجوا منها، معناتها ما عنديش حتى مشاكل مع ركوز. ممكن يجي يوم من الايام وتقاني موجود في ركوز مره اخرى، لا ما فيش حتى مشكل. نعم مزيان وضحت هذه النقطه هذه. بالضبط بالضبط بالضبط، وتنجموا تسلوا حتى تسلوا حتى للكوميتي كل، معناتها بالعكس بالعكس كلهم معايا وانا معاهم وامورنا واضحه 100%. نعم الحمد لله. الاختيار بطبيعه الحال يعني من بعد المسار اللي قمتوا به مع فريق سيريا واتسام بلا شك انكم توصلتوا بعده عروض، علاش تم الاختيار ديال فريق حسنيه تقادير؟ اول حاجه انا ما كانش عندي الاختيار باش يجي الحسنيه تقادير، طبعا عندي وكيل اعمالي اللي خدم هنا واعطاني الفكره، قلت له اوكي حسنيه تقادير ما ننساوش حسنيه تقادير من أندية الممتازة في المغرب، من الأندية اللي تحت تلعب كرة. أنا قلت فكرت هكا، قلت الفريق هذا أنا نجم نمشي معاه، حتى نحب الكرة، نحب الهجوم، نحب اللعب، وتعرف أنتم فريق الحسنية يعرف يلعب كرة، لكن ماهوش محظوظ. حبيت حسنية تقادير الأمانة رحبوا بيا، اتصل بيا رئيس النادي سي الحبيب، معناتها أتكلم معي على كل كبيرة وصغيرة، قلت مرحبا. جيت اتفقنا كيف كان الاستحباب هنا. حاجة تقادير المدينة كاملة معناتها رحبت بيا، نشكرهم بزاف. ما لقيتش حتى مشكل معناتها في التمارين في كل كبيرة وصغيرة، وين نمشي معناتها كان قدري هنا. وأي مدرب يتمنى باش يدرب حاجة تقادير، الحمد لله أنا حسب تفكيري معناتها جيت الطريق المناسب اللي يلزم يكون فيه. نعم. شنو لوبجيكتيف اللي درتو مع جوستومون الإدارة ديال الفريق حسنية تقادير؟ شوف لوبجيكتيف نتاعنا هو حسنية تقادير ما تنجمش تقعد تلعب الكره للكره، صحيح تلعب الكره للكره، لكن لازم تشتغل على التتويج، ومن حق الفريق هذا باش يلعب على التتويج، لازم توفر لك كل كبيره وصغيره باش بعدين يحاسبك يقول لك نخدم على التتويج، نخدم على كما قال معاه ممكن العلاوي ممكن سمعته قال معناتها اقل شيء هو معناتها باش يكون في التوديوم، وهذاك طموحنا السنه هذه باش نمشيو كثير في كاس العرش. ونمشيو كثير في البطولة وإن شاء الله علاش لا باش نخدموا مليح. الذاري نتاعتي معناتها حاتين المسؤولية، الكوميتي معايا، رئيس النادي مشجعني، الجهاز الفني كامل اللي متكون على فكرة على أختي الدنيا. نعم فريق الجهاز الفني كامل ما تغيرش كثير، تغير بس مساعد المدرب اللي كان موجود البارحة وصل لهنا اللي من المدرسة الأوروبية بالتحديد بنت اسكندنافيه في نفس المدرسه انا وياه، يعني كان شغال معايا كان وصل البارح. وعندي تعرف المعد البدني كان في نهضه بركان، كان موجود معايا مع سي طيب القروني. طيب القروني ومدرب الحراس اللي كان معاهم السنه راحت استاذ عبد اللطيف. حافظت على المدرب الحراس والقروني معناتها غني عن التعريف، عملت زوم مزيانه في نهضة بركان، والحمد لله معناتها الجهاز الفني كامل موجود استخباروا. وشو نقول لك؟ حسن تقادير ما ينجمش يقعد يلعب الكرة لازم يلعب على التتويج. كاين سؤال من عند فتح العلاوي، تفضل فتح. وي اهلا وسهلا. انا تنظن وقيلا شتي الفرقة درتي ان كونستا دي ليو سيرتو نيفو دي جوار، دونك ساعة مثلا انت من المدربين كنتي تتمنى مثلا جيو تلقى البركاوي مثلا تلقى بعد دي دو جوج من ركائز ديال فريق حسنية تقادير، كاين باش تعوضوهم ولا في اكادير نيت في من لي جون ومن اللعابه اللي كاينين،
ولا غادي تشوفوا عندكم دي ريكروتمون افير، واش لو بودجي ديال اكادير كيساعدك باش دير هاد لي ريكروتمون؟ بارك الله فيك. بطبيعة الحال ما ننساوش البركاوي كان لاعب ممتاز في حسن اكادير، ولاعب معناتها عنده قيمته، لكن الغالب هذا الاحتراف باش راح للسعوديه. بطبيعة الحال احنا قاعدين نقلبوا على لاعبين محترفين، اقل شيء زوج لاعبين محترفين اللي ناقصني انا هما داخل صندوق الهجوم. انا عندي لاعبين محترفين اثنين من برا، مازلنا ما اضطرناش، اليوم عندي اجتماع مع رئيس النادي، وعندي اربع لاعبين محليين باذن الله حتى تكون ان الله هذا الموسم باذن الله. بطبيعة الحال فريق اكادير معناتها لما جيت انا وقفت على الفريق تو عندي ستة حصص تدريبيه، تو شفت اللي عندي نقائص كثيره في الهجوم، ان شاء الله هذوما معناتها باش نعزوهم باذن الله في الفتره القصيره. يعني شحال تقريبا ديال اللاعبين اللي معولين انكم تجيبوهم سيمونيال؟ والله الحين انا الحين موجودين زوج لاعبين، الحين موجودين اللي هو اللاعب الاوفريان موجود عندي، لاعب الاوفريان هو انا عندي مالو باتريك موجود عندي كاليبيرو، هذا مدافع. نعم هذا مدافع، وعندي بالذات حال اللاعب اللي كان يمشي في الدوري البلجيكي اللي هو موجود هنا كريم استقال بالضبط مع ماني بكاري ومع ملك تيتي. وقاعدين نتوقع قلب على هذوما، معناتها ماهمش لاعبين داخل الصندوق، وانا نحب نجيب لاعبين اثنين داخل الصندوق باذن الله، معناتها موجودين اثنين قاعدين نتحاوروا معهم باذن الله حيكونوا موجودين من داخل المغرب. مع داخل المغرب فيها اربع اسامي نجفت منهم التوا، اربع لاعبين ممتازين معناتها اللي يلعبوا على الاطراف باذن الله. عندي اجتماع مع رئيس النادي اليوم باذن الله تكونوا موجودين معنا باذن الله. غير من اللي قال داخل الصندوق هو لو فينيسور غير فهاد النطاق ديال اللعابه. مثلا اكادير ملي كنشوف تسجلت على العام اللي فات 38 اصابه في 30 مقابله، واش دفاعيا يمكن شويه ديال سميتو ولا سي لورغانيزاسيون ديفونسيف كيلفو فوا؟ والله شوف انا قلت لك انا جبنا باتريك مالو هذا ايفوريا باش نجم يعزز، هو بوركينابي على ما اظن، ولكن كان كيلعب فلاسيك ميموزا. بالضبط اختي الدنيا. بالضبط حتى تعرف تفضل. بطبيعة الحال شوف عززنا الدفاع، احنا حنكونوا واضحين مع بعضنا. عندنا اللاعب بوستيني عنده قيمته في الفريق، سفير بوستيني مازلنا ما نعرفوش، يعني مازالش يجلس معانا، مازال باش يروح معناتها 50-50 هكا. علاش انا قلت لك اليوم عندي اجتماع مع رئيس النادي. وبطبيعة الحال الدفاع معناتها ما الخدمة هي دي كل شيء بإذن الله. السنة هذه اللي يكونش في السنة اللي راحت بإذن الله الدفاع حيكون ستابيل بإذن الله الدفاع السنة هذه. نمشيو نشوفو، كاين سؤال من عند جمال وكذلك من عند سي محمد الروحلي. نبداو بجمال نعطيه كلمة من بعد ذلك نعطيوها لسي محمد الروحلي. تفضل جمال. تفضل خويا جمال. أنا السؤال ديالي أنا غادي نرجع للوزن أو عدم يعني جمال إلا كان ممكن حقاش كاين ليكو في الصوت، إذا كان ممكن فقط تنقص شي شوية من لو غوتور باش نقدروا نتوصلوا للصوت ديالك بطريقة أحسن، باش حتى المتلقي المستمعين ديالنا يقدر يسمع الصوت ديالك والسؤال ديالك بطريقة أوضح. نعاودوا رجوع عندك جمال، تفضل. شكرا. أنا قلت غادي نرجع للواتزم وعدم يعني استمرار مع هذا الفريق. أنا السؤال ديالي واش صحيح أن السي الشبيل كان طالب بمنحة توقيع ديال 30 مليون سنتيم وراتب شهري ديال 13 مليون سنتيم وابعاد طاقم مساعد مقابل الاستمرار مع فريق سريع واتسون؟ شوف يستحيل منير شبير غني عن تعريف، منير شبير يستحيل باش يفكر في الامور الماديه. لو كنت فكرت في الامور الماديه كنت في مكان اخر مش في المغرب، احتراماتي للدوري المغربي. يستحيل. شوف انا مدرب محترف، انا مفكر لما نشوف عندي لاعبين وتحسبهم عندي دخيل 8 ولا 9 لاعبين، معناتها حتى الوقت هذا هو حتى الوقت هذا عندي 6 لاعبين خرجوا من ورا الزام. معناتها انا نحب ندخل في بروجي السنه هذه باش نلعب على البوديوم على اقل شيء، لكن انت يتضح لك في اخر السيزون يطلعوا لك 9 لاعبين بالكمال والكمال. معناتها انت كمدرب شو تعمل السنه هذه؟ هذه حاجه، لكن مش هذا موضوعنا. موضوعنا يستحيل يكون مادي، بالعكس
كانت امورنا واضحه مع الفريق مع الفريق وسمعوا الكلام نتاعتي وفهمنا على كل فريق خير يستحيل باش تكون امور ماديه ما فيش هكذا ما كلام هذا. نمشيو نشوفوا سؤال ديال سي محمد نروح ليه تفضل سي محمد. والسؤال ديالي سي شبيل بارك الله فيك كيفاش كتوقع بطولة الموسم القادم البطولة المغربية على ضوء يعني هذه الاستعدادات ديال الأندية وعلى ضوء النهاية المشتعلة اللي عرفها الدوري المغربي السنة الموسم الماضي خصوصا بأن هناك استعدادات كبيرة ديال الأندية وصعود جوج الفرق اللي عندهم إمكانيات كشباب محمدية والمغرب الفاسي وكذلك بين كنعرفوا الأندية التقليدية الوداد الرجاء بركان يعني الفتح الجيش يعني الكل يتوقع بطولة مشتعلة الموسم القادم في كيفاش كتوقع المشاركة ديال حسين تكادير وشنو الحدود ديالها باش تواجه هذه القوة اللي غتكون الموسم القادم في البطولة؟ نبغى نكون واضحين الكرة في العالم كلها تبدلت وتغيرت المغرب بعد الكورونا ما عادش في فريق كبير وفريق صغير كل الأندية زي بعضها وشيء شفناه السنة هذه بعد الكورونا السنة هذه تعرف عندنا ما عندكش كونسنتراسيون طويلة على طول الحين عندنا الدوري خلص عنده توا 3 أسابيع ممكن الدوري بش يبدا يوم 5 الشهر الجاي ممكن 5 ديسمبر تقريبا عندها الناس كل تحضر زي نفس الشيء وانا الان امن بحاجه نامن بالشغل ونامن انت كيفاش حضرت الفريق بتاعتك لطول السيزون باذن الله وبطبيعه الحال دور المغرب مش سهل دور المغرب نرجع لكلمتي انا انت كيفاش تحضر اذا انت تحضرت كويس حتاخذ اللاعبين بتاعك في الدوري حاضرين اذا انت ما حضرتش كويس يستحيل باش تكون من الاول معناتها تكون حاضر لكن انا باذن الله ومعي مش وحدي معي جهاز فني كامل وجهاز اداري ولا راسه من رئيس النادي في الحبيب عازلين العزم السنه هذه معناتها باش نعملوا حاجه معناتها لازم نلعبوا على البوديوم على كل شيء وانا الحمد لله توا بدينا نخدموا معناتها سيريو وان شاء الله ان شاء الله حتشوفوا معناتها حسيت قدير بوجه اخر يعني يليق بنادي حسنية أكادير بإذن الله إن شاء الله يمكننا نتعرفوا على يعني البروغرام ديال التحضيرات بالنسبة لفريق حسنية أكادير من هنا لانطلاق البطولة الاحترافية في هذا الموسم هذا رغم أن باقي ما تعطاش رسميا تاريخ محدد بالنسبة لانطلاق البطولة بالضبط أختي الدنيا أنت جيت للنقطة الحساسة اللي زي ما نقولوا زي ما نحكيوا فيها بالضبط أنت تعرف إحنا مدربين محترفين إحنا حتى اللحظة هذه ما نعرفوش الدوري وقتاش يبدأ ممكن يبدأ يوم 5 ممكن يبدا بعد مثل لما نعرفوش تعرف انت لما تعطيني انت برنامج لما اتحاد الكوره احتراماتي لي يخرج لنا البرنامج يقول الدوري حيبدا يوم 5 مثلا اوكي احنا نعرفوا 5 نعرف كيف نحضر البرنامج بتاعتي للسيزون لكن حتى اللحظه هذه انا بالنسبه لحاسم تقدم انا عملت 6 يوم في المومنت وقاعدين نحضروا لكن قاعدين نحضروا في حصه واحده ليش حصه واحده عشان عندنا برنامج أنا برنامج يعني على تورنوا يبدأ بكرة إن شاء الله لتراز ولكاتورز ولكانس وبعدين بإذن الله أنا راح بيوم وبعدين ممكن ياسر بشنحكي مع رئيس نادي ممكن ياسر ندخلوا الكونسنتراسيون باش تحضروا الدوري نتاعنا بإذن الله إن شاء الله يعني الصورة بقى ما واضحاش ولكن يمكن أن تفهموا هذه النقطة هذه حقاش كذلك يمكن هذه الحالة الوبائية فهي خربقات الأوراق جميع الدوريات ونطمع في الدوري المغربي كاين سؤال من عند فتح تفضل فتح عندي سؤال يمكن شي شوية محرج ولا مسمي يمكن مرحبا أشنو هو الفرق اللي لقيتي ما بين سريع واتزم واكادير في كل شيء لا في لي زانستالاسيون ولا في لي مويان ولا في كل شيء بغيتي تخاصم لا بالعكس مع الناس ديال واتزم ولا مع الناس ديال الحسنية على حسب الاجابه ديالك بالعكس لا بالعكس 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 مرحبا شوف حنكونوا واضحين ركوز ما شاء الله عليهم يعني نبدا بالمدينه مدينه ما شاء الله مدينه الشهداء مدينه يعني معروفة مدينة تقبل ترحب بيك في أي وقت يعني ما فيش حتى أي ما كان الحاجة الممتازة والحاجة الباهية يعني في تركوز هذه في مدينة الشهداء نفس الشيء لما جيت أنا الأكادير كيف كانت رحاب يعني كنا نمشي مع الكوتش مونير كنا نمشي كوتش مونير نحكي مع الفنيين كيف لقيت صعوبات بكل في وزام بالعكس والاشياء هذه هي خلت لنا نجاح مش بالسهل فريق واتزام يعيش مليار و400 ولا مليار و600 معناتها السنه هذه وكلاسيك ميتيام ويطلع لك هداف الدوري ابراهيم البحراوي بتثبيت مش بالسهل هذا كله شغل وكله احترام بين المدينه وبين اللاعبين حتى اذا قدير
اوكي ميزانيتها اقوى من ميزانيه واتساب، لكن مش الاقوى ماديا هو يكون احسن، لا بالعكس. انا هنا جاي بنخدم، انا نفعت حديثه قديم باش نكونوا فريق باش نبغوا تتويج ما قدنا الترحاب بجميع المكونات بجميع الناس بجميع كل كبيره وصغيره، والحمد لله جيت المكان اللي معناتها اللي كنت معناتها نفكر فيه من زمان. كاين واحد التساؤل، يمكن واحد التخوف، ماشي تساؤل هو تخوف، من عند الجماهير ديال الفريق حسني تقادير من بعد رحيل كل من كريم بركاوي وكذلك بعدي، يمكن كاين تخوف بالنسبه لبعض الركائز ديال الفريق حسني تقادير. تكلمتوا مع الاداره ديال الفريق حسني تقادير بالنسبه لهذا الموضوع هذا؟ شكون من اللاعبين؟ وكاينين اسماء كبيره يعني سفيان بوفتيني واخا انت تكلمتي عليه، الناس كيتكلموا ربما على رحيل سفيان بوفتيني، على رحيل اوبيلا، يعني ياسين الرامي كذلك، كاين مجموعه من الاسماء اللي كتداول امشي بباغطونيه في البطوله الاحترافيه ولا كذلك في دول الخليج. تكلمتوا بالنسبه لهذه النقطه هذه مع الاداره ديال فريق حسني تقادير وكذلك مع اللاعبين المعنيين؟ اختي دنيا شوف انا نعطيك معناتها نعطيك من الاخر، يعني كما نقول التونسي ما فيش حتى اي لاعب خارج من اكادير، في لاعب في بس اللاعب البركاوي ولاعب ثاني اللي خارج والبقيه كلهم موجودين. احنا بالعكس احنا باش نعزوا الفريق بلاعبين اخرين، ما في حتى اي لاعب خارج. الاشياء اللي قاعده تقال في الفيسبوكيه وفي الواحد راه غلط، ما في حتى اي لاعب ما عدا البركاوي خرج ولاعب اخر، والبوفتيني ان شاء الله عندي جلسه معه الان موجود في المنتخب ان شاء الله عندي جلسه معه وان شاء الله باش يكمل معنا. لكن اختي الدنيا نحب معناتها رساله للجماهير النادي ومن حقهم يحب يسالوا، راهو السوق المغربيه ما فيش لاعبين، احنا نلوج واعطيني ما فيش لاعبين، باش نركزوا احنا اللاعبين اللي قراب نجيبوهم وباش نعزوا بهم الفريق، مع زوج لاعبين باذن الله لاعبين محترفين من برا اللي يلعبوا في الدزويت داخل الصندوق. هذا اللي باش نعزوا، لا خوف على اكادير باذن الله. نعم وجه كلمة واضحة بالنسبة للجماهير ديال الفريق حسنية تقادير اللي من حقهم كذلك أنهم يتخوفوا على بعض الركائز ديال الفريق وأنهم يطمحوا كذلك لإحراز إما لقب البطولة أو لقب كأس العرش. بالنسبة لكم هذه القضية هذه النقطة هذه باش أن فريق حسنية تقادير ما يكونش كيلعب على مجموعة من يعني لي تابلو، فهي نقطة إيجابية بالنسبة لفريق حسنية تقادير للبحث على هذيك البلاصة في البوديوم ولا كذلك لقب كأس العرش؟ بإذن الله هذا هدفنا احنا. نعم. هذا هدفنا وهذا هدف اي فريق كان. ان شاء الله احنا تجمعنا مع بعضنا وحكينا مع بعضنا باذن الله. ما تنساش حتى قدير كان مش محظوظ السنه اللي راحت، خرج بدور نصف النهائي من البطوله الافريقيه وخرج من نهائي كاس العرش. ان شاء الله معناتها ما كانش محظوظ، ان شاء الله مع كوتش مونير شبير ان شاء الله يكون، ما نحبش يكون محظوظ، لا لازم يكون معناتها ان شاء الله معناتها نكونوا جاهزين وحاضرين للبطولات السنين هذو باذن الله. وهذا ما نحبش نقول وعد، لا هذه كره القدم ما تعرفش عليها ما تعرفش كيفاش تدور معك وتمشي معك، لكن يعني ان شاء الله احنا نسعى ونكون كبيره وصغيره باش نكونوا اقل شيء يكونوا على البوديوم ونمشيوا للبعيد البعيد 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 لكاس العرش باذن الله، وهذا اهدافنا باذن الله ان شاء الله. كنشكرك جزيل الشكر سي منير الشبيل مدرب فريق حسني تقادير، وضحتي لنا الصوره بالنسبه لمشروعكم مع فريق حسني تقادير. للتوضيح فقط فانتم وقعتوا فقط لموسم واحد قابل للتجديد، ودينيش غادي فرصه باش انك يعني نطرح عليك السؤال، علاش اختاريتوا انكم فقط تكونوا مع فريق حسني تقادير لموسم من واحد؟ شوف اختي الدنيا انا للمعلومه لما انا انتهيت مع ركوز مع واتزام لما رحت انا ما عنديش حتى اي معلومه باش نرجع، ما عنديش حتى اي معلومه باش عاود ارجع للمغرب، باش تكونوا واضحين علاش انت جيتني تو جيتني معناتها الامور الصح. لما اتصل بي وكيل اعمالي معناتها قلت بنعمل زي ما قلت نعمل سنه وقابل تجديد. للامانه رئيس النادي حب يعمل لي معناتها سنتين وقابل تجديد، لكن حبيت نعمل سنه وقابل تجديد. لكن يعني انا بالنسبه لي العقد ولا شيء، انا بالنسبه لي الكلمه هي كل كبيره وصغيره بيتنا والشغل بتاعنا باذن الله. ان شاء الله. كنشكرك جزيل الشكر سي منير الشبيل مدرب فريق حسنيات اكادير، ونتمنوا لكم حظ موفق رفقه الفريق، خصوصا ان الجماهير ديال فريق حسنيات اكادير فهي كتطلع وكترقب وكتسنى لقب للفريق. كنشكرك جزيل الشكر سي منير. شكرا اختي دنيا وشكرا للاحباب وكل اللي معك باذن الله. لا يخطيك، حظ موفق ان شاء الله. فتح شنو بان لك فاتي اللي قال لنا سي منير شبيل؟ هو يعني دوا بوضوح، دوا نتمناو ليه ما حسن تقادير
لا الفريق ولا المدينة كمدينة يستاهلوا أكثر. كنشوفوهم حتى في السنوات من غير هادي تيكونوا بروش دو بوت قراب شي حاجة تتوقع، فنتمنوا مع جبيل أنهم يحققوا المبتغى.